عندكم القيه وليدي كيدير لاباس وربع واشرك. الله يبارككم وانتي الله يحفظك. الله يفرحكم كاملين. امين ام القيامة. وكل من شافني وشاف حالتي الله يفرحوا دنيا واخره ويدعي ربع واشرك. ما عندكم لا غير بالله. مريضه 19 هادي وانا مريضه. عندي القلب عندي المسلم الكبير في الاعصاب كيطلع لي الطنسيو وكيهود. المهم وليداتي هضري مهم تاني كنشوف المهم وليداتي كلشي قدامكم ما خزنتش وما ضرقتش وعندي الكرا والموجود الله مولاة الدار الله يخلف عليها مسكينة كدوا لي يما رقية نهار توجديهم جيبيهم ليا الله يخلصها حاجة مسكينة الله يخلصها ويخلف عليها واخ مرقية قبل ما نوصل داكشي مرقية دابا غير باش تشاركي القصه ديالك مع المغاربه مع وليداتك وليداتي ومع خوتك بلاتي انا غنسولك ام القيه وانت غادي تقولي ام القيه غتشاركي قصتك مع وليداتك مع وليداتي ومع خوتك هزي الميكرو حداك شويه ام القيه هما وليداتي سمعي ام القيه دابا هادي المغاربه كلهم هما وليداتي الله ينصرهم والله يعاونهم اللي عندهم ميمه يتهلا فيها ويشوف من حالتي واللي هم متحيات الله يطرح فيها البركه ويشوف من حالتي. هذه اللي بغيت نسولك ام القيه، ام القيه دابا انت عمرك كله بلا ما تبكي ام القيه بلا ما تبكي ما تبكيش ما تبكيش ام القيه. القلب اوليدي راه ما كاين دم عليا الكرا ومغلوبه ودابا رجلين ما بقيتش كنزيد بهم انا كنزيد شتك ام القيه شتك 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 قداش هي شتها هاي ام القيه هاي الركبه هادي الركبه ديال ام القيه مسكينه شو قداش ولات شوف والحاله والغالب والله ها انتوما هادي انا كنت خدامه كنت كنخلص كراهيه وكنت هادي هادي الركبه ديال ام القيه شوف الركبه ديال ام القيه قداش مسكينه شوف ها انتوما هاي هاي دابا راه مغطيه مسكينه بالمنطق فهمتي هاي مغطيه بالمنطق واليوم والبارح واليوم زاد عليا الحال والله الا شديت الفلوس من عند جارتي مشيت شريت الدواء هي مسكينة اللي سلفتني عطاتني باش نشري الدواء هذا ديال الطنسيو واخا ام القيه ام القيه نعم دابا باش المشاهدين ديالنا تا هما يفهموا القصه كيفاش دايره نعم وليدي دابا انت ام القيه على ما قلتي لي نعم بانك 30 عام باش مفروقه مع الراجل 30 عام باش مفروقه هو تزوج خرجت الدري خرجت الدري في الكرش هو تزوج واخا هو تزوج ام القيه والله يرحمه اي واخا انت بقيتي عايشه دوك الوليدات انا عايشه دوك الوليدات ولكن يسهر. ولكن ما بروش بك ام القيه الله يسهل عليهم الله يعاونهم انا انتم هما وليداتي لا سمعنا ام القيه نعم دابا انت على حسب ما قلتي لي هذوك الوليدات انت فنيتي عمرك على قبلهم ما كاين والو ما بروا بيا ما عرفوني فين كاين هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا ام القيه دابا يعني دابا انت دوك الوليدات اللي ضربتي عليهم تماره ما كاين والو ما لقيتي لا خير لا والو والو ما كاين حتى حاجه كل واحد كيقول راسي راسي ضربت على العائله ضربت على الفاهمين والو ما حتى واحد ما صبتو صبت الله سبحانه وانتم هما وليداتي انا كنطلب من اي واحد شافني راه هو ولدي هو اللي نفرح ليه انا الغالب الله عندي الله وانتم انتم هما وليداتي وحبابي وصحابي والله يطرح فيكم البركه ومبروك عواشركم كاملين واللي عنده ميمة الله يخليها ليه واللي ميته الله يرحمها ويشوف من حالة ام ورقيه راه الغالب الله تقهرت ما لقيت لي شري ليا براه كنعيش فيها تنموت والغالب الله الموجود الله ما الولد اللي كان هازني كان مسكين يرفع ليا وكل شيء في السوق ضارب على البليصه ديالو راه مشى للحبس ضاربو واحد السيد صافي مشى بحالاته راه مشى للحبس حكمو بعام ونص وانا دابا تنترجاكم انتوما وتنترجا اللي برا واللي لداخل هو اللي يشوف من حالتي حيدني من الضيم ديال الكرا ويحيدني من الضيم ديال الحزه وراني هزه الكريدي وما بقى عندي رجلين باش نخدم ولا ولادي ما تنفتح عليها والغالب الله وليداتي موجود الله هانتوما كتشوفوا الحاله كانت بديالي وكنت لاباس عليا وكنت كلشي وانا دابا كاين الله كاين الله وانتوما كنترجى وليداتي انتوما
ملي كنترجع ما عندي حتى واحد الا نتوما هما وليداتي. هذا هو. اشنو ودابا هادو عندي التحليلات، اربع التحليلات ها هما عندي التحليلات، ها وحده ها وحده. اه راه كنشوف فيها امي. اش شتهم امي حدا؟ هادو عيني على هادو ديال هاد السيمانه ما عرفتش. شتهم امي القية؟ شتهم 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 هادي ديال مرضي كاع. قولي امي القية، بغيت نسول نسولك امي القية. نعم وليدي. كيفاش كديري دابا انت عايشة وسط هاد البيت؟ ها انت الميدة حداك، كلشي حداك انت. الحمد لله الحمد لله. انت الميدة لاصقة عليك انت. الحمد لله على كل حال. انت الميدة لاصقة عليك انت. الحمد لله الحمد لله. وعايشة والحمد لله. يعني يعني منك انا المباركة اللي لقيت هاد البيت سترني، انا المباركة. اللي لقيت هذا البيت واحد كوزينة تمايا، الحمد لله الحمد لله لقيت هاد الجيده مرات الدار الله يخلف عليها. صابر عليك مسكينه عامه. صابر عليا الله يعمر ليها الدار. قالت لي وقت ما كان جيبي لي امي رقيه الله يخلف عليها والله يكثر خيرها. الحاجه خيرها ما يخلصوا على الله. شحال شحال جمعت لك دابا ديال الكرام امي رقيه؟ شحال جمعت لك ديال الكرام؟ دابا قول هذا الشهر هذا عام. عام؟ اه. شحال كاريه امي رقيه؟ شحال كاريه؟ كاريه 16. 16 هضري شويه. كانت عندي 17 وسمحت لي ب 1000 خلات لي 16. اه. من غير الماء والضوء. من غير الماء والضوء. شحال كتجيك ديال الماء والضوء امي رقيه؟ كل خطره وهي نوبه 2000 نوبه 3000 نوبه 4000 كل خطره وهي. اه المهم الا غلا كتجيك 4000. اه الا غلا كتجيني 4000. اه. والحمد لله. واخا ما عندك لا ماكينه الصابون هنا لا والو حتى شي حاجه. ما كاينه يلاه خسرت عاد. هادي اللي هنا. اي هي هادي. يلا خسرات. اه هي هادي. اه خاسره هادي. خسره اللي عند الشاب. اه خسرات هادي ام القي خاسره. اه. اه. بغيت الراجل طلبته قال لي غادي نديها نصوبها لك. واخا فاش كتصبني حويجاتك دابا ام القي فاش؟ ملي خاسره لك الماكينه فاش كتصبني؟ دابا كنصب في يديا. عبيديك؟ عبيديا ولا نطلع. كتصبني عا جالسه مسكينه. نصب تما في المرح جالسه. عا جالسه. على الكرسي. اه الكرسي. على الكرسي. واخا واخا امي القيه شنو كتطلبي من من وليداتك المغاربه؟ لا اللي داخل في المغرب ولا اللي خارج المغرب؟ من كلهم يشوفوا حالتي والون راني في حاله لورتا ديال من جيت الكرا ومن جيت كرشي ومن جيت دوايا ومن جيت اللي شاف فيا وخلوني عيبري ليك ويهنيني من تماره. اه ربي عالم بيا. راهم هما وليداتي وكندعي لهم بالخير وندعي لهم بالتيسير ونبارك لهم هاد العواشر. واللي عنده وليدات الله يصلحهم ليه، واللي باغي شي غرض الله يقضيه ليه والله يوفي امرهم كاملين والله يجازيهم بخير. راني وليت عا وليدي ما نقدرش، لو بغيت نعود في دروجتي يشدوني الناس ولا بغيت نطلع يشدوني الناس. ولا اله الا الله راني باركه والحمد لله. البنيه ما عقلاش عليك ام القيه؟ ما عقلاش عليك؟ بنادم ما عندوش اش بغيت عقل عليك، ما عندها لا خدمه لا والو عباركه. دابا واش البنيه كتجي عندك كتشوفك كتعاون معاك ام القيه؟ لا ما كتعاونش معايا. هذا الشيء اللي بغاو المواطنين، هذا الشيء اللي بغاو المشاهدين يسمعوا. ما كتعاونش معايا نهائيا. هاكاك دابا باش الناس هما يعرفوها. حتى واحد ما كيتعاون معايا. حيت هذه الهضره اللي قلتي لنا انت. اللي كان كيتعاون معايا راه قضى عليه الله. اه. واخا يبيع قميجته ويجيبها لي دواء. اه. راه قضى عليه الله. واخا ام القيه واخا 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 قولي الطلب ديالك ام القيه. قولي الطلب ديالك للمغاربه باش باش نختموا ام القيه ان شاء الله. الطلب ديالي هو يعاونوني على دوايا ويعاونوني على كرايا، واللي شاف من حالتي واخا عبري لي كشرها ليا ويهنيني من الكرا الله يهنيه في الجنه والله يعمر لي رويح جنه والله يعمر سيدي ربي يستر عليكم كاملين ويجازيكم كاملين ويخير لكم كاملين والله يعمر لكم تسع ونور وتسع القبور ويصلح تريك تريكتكم. كل من هو شافني وبغى يعاوني انا عطيته هذه الدعوه الله يصلح لي طريقه ويزينها لي وتعاون معايا راه الله غالب.
واخا غادي نسمعوا كلام ديال واحد السيده جارتك اللي هي اللي تواصلت معنا. واخا اختي اجي حدانا ما غاديش نبين لك وجهك اختي، اجي حدانا ما نبينش لك وجهك. انت انت اديري داك ديال التمع على وجهك هاكوك بحال هاكوك هاكوك اختي صافي. السلام عليكم اختي. انت جارت هاد السيده هذه بغيناك تعاودي لنا اختي. هاد السيده مسكينه كيفاش الحاله ديالها، كيفاش كتعيش، كيفاش مسكينه هي ما عرفاش تعبر لنا. شكون اللي كيجي عندها؟ واش كيفاش حالتها؟ خويا تيقول لك شو الدنيا شو الاخره، داك الشيء شهدوا به في الدنيا غيقول لك الحق سبحانه وتعالى شهدوا قدامي. هاد السيده هادي راه شنو نقول لك، راه حاله يرثى لها بزاف وتحت الصفر بزاف، مابقاش حتى حتى شي جهه اللي هي شويه تقعدها مابقاتش عندها. انا نقول لك اللي كاين، ها انت شبير كتبرك فيه كتاكل فيه كتنعس فيه كتنوض منه كتعاود ترجع ليه، ما عندهاش حتى فين تقلب مسكينه. دابا قضى عليها ملي كانت شويه مسكينه كاع كنسعاو والله، كانت شويه مسكينه كضرب شويه، ملي مسكينه بقى عندها جهد مسكينه جهد لها جهد الله سبحانه وتعالى. مسكينه اتصلت بكم وقالت لكم اودي شنو كاين شنو كاين. انا جيت علاش؟ حيت عارفه الظروف ديال هاد السيده. ايوا هادشي اللي كاين، وكنتمنى من المغاربه الله يبارك عواشركم بعدا في هذا الشهر الغفران ان شاء الله. بغيتكم هاد السيده هادي تحنوا فيها وتصلوا بها، ورا دعات معكم دعم الزوال زوينين ان شاء الله، وراهي كتقوم الليل السيده هادي ان شاء الله وغدعي معكم ان شاء الله. وهادشي اللي غنقول، السيده راه حالتها مسكينه بزاف كاع بزاف. هاد السيده راه نفسها واعره، تنقول لها خالتي عطيني نصبر لك هذا الحوايج، وتقول لك لا بنيتي خليني انا واخا نبرك ونزحف ونطيح ونصبر الحوايج بيدي. لا الثلاجه باقا في هذيك النفس الاولى، باقا في هذيك النفس الاولى مسكينه، ما كتأذي حد، ما كتهضر في حد، ما كتجبد حد، كتقول لي يطلب يطلب الله سبحانه وتعالى. هادشي علاش كتعاطفوا مع انتم كجيران؟ ها الله يرحم ليك الوالدين. وانا كده مع الازمه هادي ولا مسكين شي واحد اللي كل واحد عايش بقدو، فقال لك خلاو الناس الاولين الطعام على طول العام، هو يعقى عليك اليوم غدا بعد غدا صافي شويه. لا بغينا نعرفوا واش وليداتها كيتفكروها. لا ما كاينش والو. لا والو، واخا تكرفصت عليهم. والو تكرفصت عليهم مسكينه واحد، وتبارك الله مرا طيبه تبارك الله، والنور ديال الله سبحان الله العظيم عاطي لها، مرا زوينه تبارك الله، ما عندهاش فم العار، عطى الله سبحانه وتعالى عطى النور والثبات سبحان الله. واخا اختي اعطينا الله يرضاك الرقم ديال اختي باش يتواصلوا مع الناس. 06 89 زيدي 06 89 52 23 92. عاودي لي اختي 06 89 52 23 92. واخا اختي وكنشكروك اختي بزاف. كنشكروك صراحه الجوره ديال الحلال. مرحبا الحمد لله. كنشكروك حتى نتوما احسن صحافه، وبقينا نتسناو فيكم وجيتوا عندنا اسرع ما يكون. هلال رقيه جيت، هلال رقيه السيده. مرحبا. حنا ما بغيناش فهمتي جبنا لكم نتوما حيت عرفنا شنو كاين. مرحبا. عرفنا لكم نتوما احسن ناس كتمشوا عند احسن ناس. مرحبا. مرحبا مرحبا. تبارك الله عليكم اخويا، عاشوكم بروقه المغاربه وعاش الملك محمد السادس. مرحبا.